بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. غادي نحاولوا نشوفوا من خلال هذه الفقرة، نحاولوا نطرقوا الفقرة ديال لي غاسين كاري. هذه أول مرة التلميذ كما نقولوا يتلاقى مع هذا المفهوم، ولا يعني يقراه في السنة الثانية إعدادي، ويحاول يزيد يكمل عليه في السنة الثالثة إعدادي. دونك حنا غادي نعطيو واحد التعريف بسيط، نبداو بأمثلة. مثلا إلى خديت العدد 4، مثلا هذا العدد 4 مثلا نقدر نكتبه 2 أو كاري. مثلا ناخذ العدد 9 يتكتب على شكل 3 أو كاري. مثلا لو نومبر 25 هو 5 أو كاري. مثلا إلى خديت لو نومبر 16 يعطينا 4 أو كاري. هادو يا ولادي هنايا كيتسموا دي كاري بارفيت، يعني كيتكتبوا على شكل عدد او كاري. يعني 2 او كاري هي 2 فوا 2 تعطينا 4، 3 او كاري هي 3 فوا 3 9. يعني يكون عندي هذا العدد ونشوف واش نقدر نردو ان كاري بارفي، يعني مربع كامل بالعربيه. المشكل هو انه بعض الاعداد ما يمكن لهاش تكتب، وبزاف تاع الاعداد ما يمكن لهاش تكتب على هذا الشكل بهذه الطريقه. يعني بهذه الطريقه مثلا عطيتكم العدد 2 ونقول لك شكون هو العدد اللي ندير له او كاري ويعطيني زوج. كاين بعض التلاميذ غادي يقول لك استاذ واحد، واحد في واحد راه نقولوا او كاري الضرب، يعني ماشي الجمع. واحد في واحد غادي تعطينا واحد ماشي جوج. تقدر دير واحد فاصلة واحد في واحد فاصلة واحد في واحد فاصلة، يعني غادي تعطينا عدد تقريبي، نبقاو غير نقربوا للزوج. دونك حنا بغينا واحد العدد اللي يعطينا كي نديرو له اوكاري يعطينا زوج، كي نضربوه في نفسه يعطينا زوج. عاود المشكل تاع اللي عطيتكم 3. دونك هنا غادي تلقاو مشكل انكم الا مشيتو تخدموا بهذه الطريقه ما غاديش تلقاو. من هنا اخترعوا لنا واحد النوع جديد نتاع الاعداد اللي هما كيتسماو لي غاسين كاري، والرمز ديالهم هو هذا. كنشدو هذا العدد زوج كنديروا له هذا الرمز غاسين دو ونديرو له او كاري. هاد الاوكاري بحال نقولو هاد الاوكاري مع لا غاسين كتمسحو كتبقى لنا زوج. بحال شكون هو العدد اللي الاوكاري ديالو يعطينا 3، دونك سيتادير نقولو غاسين دو 3 اوكاري تعطينا 3. مثلا الى عطيتكم 7 بنفس الطريقه، شكون هو العدد اللي نديرو له اوكاري يعطينا 7، غاسين دو 7 اوكاري كيعطينا 7. وهكذا تبقى الامثله نفسها. مثلا 11 شكون هو اللي يديرو الاوكاري ويعطينا 11، دونك راسين دو 11 اوكاري يعطينا 11. مثلا هنا غادي نمشيو مثلا، يعني هنا واش نلاحظو من هنا نقدرو نستخلصو واحد القاعده، هو راسين دو ا اوكاري واش هكا يعطينا ا، مع شرط ان هاد ال ا خصو يكون ان نومبر بو بوزيتيف، يعني خصو يكون عدد موجب. يعني اللي خصكو تعقلوا عليه ان دائما هاد الا اللي داخل لا غاسين خصها تكون ان نومبر بو بوزيتيف. دونك هذه هي القاعده المهمه نتاعنا في السنه الثالثه اعدادي، سواء كان الاوكاري برا ولا الداخل، حتى هذه صحيحه تبقى حتى هي صحيحه. يعني حتى للسانكيام عادو نديطايو هاد القاعده، غادي نزيدو عليها واحد الحاجه هنا، مع دائما الا عدد موجب. دونك هادو هما القاعده اللي غادي نخدمو بها في السنه الثالثه اعدادي. دونك بالنسبه هنا للتعريف تاع لي غاسين كاري، بالنسبه للفيديو الاخر غادي نعطيو مثال، نعطيو نزيدو نتعمقو في الكور. غادي نختم الفيديو نتاعنا بمثال، مثلا راسين دو 25. هاد العدد 25 نقدر نكتبوه هو راسين دو 5 او كاري. وإلا طبقت هاد القاعدة اللي الفوق غادي واش تبقى لنا راسين دو اوكاري، تبقى غير الا، يعني هنا تبقى لنا هي 5. دونك يعني بطريقة بسيطة نعقلو على هادي.